يبقي واحد واحد على مستوى الركنيات. اخصائي التنفيذ تجري بالعيد بالراس والهدف الاول للنادي الافريقي، الهدف الاول عبد المؤمن جابه، 1-0 للنادي الافريقي. 15 دقيقه لعب على كره ثابته، التجري بالعيد وعبد المؤمن جابه في الاستقبال في القائم الثاني، 1-0. تربي الاهداف، قلت خابت الاهداف منذ 10 مقابلات، والبدايه بهدف للنادي الافريقي منذ الدقيقه 15، اول ربع ساعه في المباراه اول هدف. هذه كره الهدف وهذه الاعاده، التجاني بن عيد وعبد المؤمن جابو دون رقابه في القائمه الثاني، القصير جابو وحده بعد لمس كره من فوسيني كوليبالي، ديفيا كانت الكره فوسيني كوليبالي يعطي كره بالراس لعبد المؤمن جابو وراي هبل.